يا للمخيم الكبار بتيجي تستلم الخبز يا للمخيم لا تبعتوا لا مزار بس الكبار. بالنسبة لشهر رمضان وجاينا شهر رمضان، بالنسبة لحي الله منظمة يعني ما في الدعم وما في شيء وما وزعونا شيء نهائيا، وما حدا له قدرة يعني يشتري بشيء بشهر رمضان، ولأن الأسعار غالية وكل شيء غالي، ولا منظمة اللي حديت الآن صار لهم حوالي 3 شهور 4 شهور ما في توزيع لا في إغاثة ولا في شيء على الخالص. بالنسبة لأوضاعنا بالمخيمات يعني صاير تعيس كتير، لأنه في قلة شغل والأسعار السلع الغذائية بالمحلات كلها غالية، ونحن نطلب من المنظمات الخيرية إنه تدعمنا بهذا الشهر، لأنه فعلا عم يقصروا معنا كتير، يعني كل 4-5 شهور لحتى يجيبوا لنا إغاثة مرة واحدة. طبعا هذا الشيء ما بيكفي، لأنه مثل ما بتعرفوا كل شيء غالي بهالوضع الحالي. هاي قاعدة مو قاعدة بالمخيمات، المجارير علينا، الحشرات فاتت علينا، والله صلى على النبي بدكم تسعوا فينا بهالمجارير هاي، ومع أولاد ما عم تسعوا فينا، والحمامات كل نهار طايفة علينا النجس والوساخ.